بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت زهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت ما كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو متروتا أو مقترا علي في الرزق، فامحو اللهم بفضلك وبجاه سيد الأولين والآخرين وكرامته عليك شقاوتي وحرماني وطردي واقتار رزقي، واثبتني بجاه وجه الكريم وبحرمة السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل السيد العظم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسمت عليك ببسط يدك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال عينك. اللهم أسألك بقدر عندك وجاهه لديك أن تعطيني خير ما نفذت به مشيتك وتعلقت به قدرتك وجرى به قلمك وحاط به علمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، واكمل ديننا واتمن علينا نعمتك، تولى قبض أرواحنا بيدك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. جزا الله عنا السيد الكريم السيد الأعظم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم أبلغهم منا السلام، واردد علينا كرما وفضلا وإحسانا وعفوا منه السلام، واجعل سلامه علينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. أمانا ظاهرا باطنا دائما أبدا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل معصية ومن كل عدو ومن كل مرض ومن كل مصيبة في الدين والدنيا والآخرة، في الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. جزا الله عنا السيد الكريم السيد الأعظم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. اللهم والحمد لله رب العالمين.